بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم مرة أخرى في محاضرات نيفروتيوب. المحاضرة دي هتكلم عن Adult Minimal Change Disease ده كيديجو 2021 Guidelines. Guidelines نزلت جديدة للجلوميري نيفرايتس، فإن شاء الله على كذا محاضرة أتكلم عنها. المحاضرة دي هختص فيها Adult Minimal Change Disease. زي ما حضراتكم عارفين، المحاضرات بتاعتنا موجودة على الويب سايت بتاعنا nefrotube.com، والفيديوز موجودة على اليوتيوب شانل nefrotube اللي هي عليها المحاضرات بالعربي والإنجليزي. وياريت لو حضراتكم تتابعونا على الجروب وعلى البيج وعلى تويتر، بنعمل اكتيفيتيز دورية عن طريق التيم كله. معلومة سريعة كده، ايه هو الباثوجينيس بتاع المينيمال تشينج ديزيز؟ الموضوع ببساطة ان بيحصل ديستراكشن او الشكل بتاع البودوسايتس بيتغير. ده النورمال هيلثي شيب اوف ذا بودوسايتس نتيجه وجود بعض التغييرات، ومنها ما يسمى بالسوليبل ميديتورز. بعض الفاكتورز او الميديتورز بيسموها سوليبل فاكتور او بيرميابيليتي فاكتور، بيؤدوا الى تشينج ان ذا شيب اوف ذا بودوسايتس من الشكل النورمال الى ما يسمى بالفيسمنت، ان البودوسايتس بتفقد الاستراكشر بتاعها، وده هيسهل مرور القلب من والبروتين from the podocytes اللي هي تعتبر unhealthy podocytes. نقطة عايزين نحطها في ذهننا، لأن احنا دلوقتي بنتكلم على الأدلت نيفرولوجيست، على الأدلت سوري مينيمال تشينج. دايما المينيمال تشينج في الأطفال غالبا بيبقى برايمري، لكن عايزين نحط في ذهننا إن لما يجي مينيمال تشينج في أدلتس برضه في فرصة كبيرة إن ممكن يكون سكندري، وبرضه في الأطفال، بس فرصة السكندري مينيمال تشينج في الكبار أكتر. فبالتالي we have to search for hidden cause للمينيمال تشينج في العيان ده. نراجع حاجات الالرجي، نحاول نكسكلود المالجنسيس، خصوصا لو في حاجه تزقنا ناحيه ان العيان يكون عنده مالجنسي، يعني مثلا العيان عنده ويت لوس، العيان سموكر بقاله كتير، وات ايفر سبب العيان اولد ايج، نعمل بقى بي اس اي، لو في ميل نعمل ماموجرام. والادويه طبعا اشهرهم النون ستيرويدال، وبعدين infections والاوتو اميون ديزيز. فبالتالي انا لازم اعمل فول اسسمنت للعيان، ما افترضش ان هو برايمري ديزيز من البدايه. طيب لما هنيجي نعالج العيان في ديفينيشنز، الديفينيشنز دي ثابته تقريبا. امتى اقول العيان دخل في كومبليت ريميشن والعيان استجاب لعلاجي تماما؟ لما البروتين اللي في البول يبقى اقل من 300 ملي جرام في اليوم، كرياتينين ستيبل، والسيرم قلب من اكتر من 3.5، يعني البروتين نزل ومستواه في اليورين والالبومين في الدم مستوى اعلى والكرياتينين ستيبل. امتى اقول احنا بارتشر ريميشن؟ لو الحاجات اتحسنت بس مش قوي، بمعنى لو البروتين هنا نزل بس ما زال بين 300 ل 300 ل 3500 ملي جرام في اليوم، بس قل 50% او اكتر، قل اكتر من 50% من البيزلاين، دي نقول عليها بارتشر ريميشن. انت نقول العيان حصل له ريلابس، العيان كان كومبليتلي ريزولفد، دخل في كومبليت ريميشن وبعدين جاء تاني بالنيفروتيك سندروم. انت نقول العيان ستيرويد ريزيستنت مينيمال تشينج ديزيز، يعني انا اديت عيان ستيرويد زي ما هقول في العلاج دلوقتي. امتى اقول العيان ريزيستنت للستيرويد؟ ما اقدرش احكم على العيان ريزيستنت ستيرويد ولا الا بعد 16 اسبوع، لازم العيان ياخد فول دوز اوف ستيرويدز لمده 16 اسبوع. Frequent relapsing، ده عيان بياخد الدواء وبيخف بس بيحصل له ريلابس. بس امتى اقول انه frequently؟ يعني الريلابس كتير، لو حصل 2 ريلابس او اكتر في خلال 6 شهور، او 4 او اكتر في خلال سنه. واخيرا steroid dependent، ده واحد معتمد على الكورتيزون تماما، تدي له كورتيزون يستجيب، توقف الكورتيزون في خلال اسبوع يحصل له ريلابس تاني، فده بنسميه ايه؟ بنسميه steroid dependent. يبقى دي الديفينيشنز اللي احنا هنستخدمها في المينيمال تشينج، وهنستخدمها برضو في الفوكال سيجمنتال جلوميرولي سكليروسس. بالنسبه للمانجمنت هنبتدي علاج بايه؟ نمره واحد اندكشن اوف ريميشن. انا عيان جاي لي بمينيمال تشينج ديزيز وعايز ابتدي اديله العلاج، فهعمل اندكشن اوف ريميشن. الدراج اوف تشويس ان ذا مانجمنت اوف مينيمال تشينج هو الستيرويدز. فبالتالي العيان لو ما عندوش كونترا انديكيشن الكورتيكوستيرويدز، هديله الكورتيكوستيرويدز من 4 اسابيع الى 16 اسبوع. طب لو العيان استجاب
ودخل في ريميشن. وانس العين دخل في ريميشن ممكن يخش ريميشن في الاسبوع الرابع، ممكن يخش ريميشن في الاسبوع السادس، ممكن في الاسبوع الثامن، وات ايفر. وانس العين دخل ريميشن المفروض اسحب الكورتيزون. لا، هعمل ايه بقى؟ همشي الاول على نفس جرعه الكورتيزون اللي دخلته في ريميشن لمده اسبوعين كمان، بعدين اسحب الكورتيزون. يعني سي لو انا ابتديت الكورتيزون هنا وماشي بيه، العيان حصل له ريميشن هنا، سي ده الاسبوع ال 12 مثلا، مثلا اروح مكمل لغايه الاسبوع ال 14 بنفس الجرعه بتاعتي، وبعدين ابتدي اسحب الكورتيزون على 6 شهور. طب افرض كنت وصلت هنا الاسبوع ال 16، كمل اسبوعين لغايه الاسبوع ال 18، وبعدين اسحب الكورتيزون على 6 شهور. تمام؟ طيب. طب لو العيان عنده كونترا انديكيشن للكورتيكوستيرويدز، مش هينفع اديله كورتيكوستيرويد من البدايه، ايه الحل؟ الحل ان احنا ندي العيان سايكلوفوسامايد او كالسينيرين انهبيتورز او المايكروفينيريت مفيتيل او ريتوكسيميريتكس. باب الحقيقه هنا الايفيدنس بتاعه ضعيف للاندكشن اوف ريميشن، ولو استخدم بيبقى بين لي اللاست لاين يعني. طب افرض العيان انفريكونت ريلابسر، يعني بيجي له ريلابسز بس مش فريكونت، كل فين وفين سنه سنتين يجي له ريلابس، المفروض تعالجه زي بالظبط الاندكشن اوف ريميشن الاولاني اللي هو اللي استجاب ليه، بس حاول تقلل الكورس بتاع كورتيزون اكتر فتره، اسرع فتره ممكنه، يعني خلي التندنسي بتاعتك انك تويدرو اسرع يبقى افضل، يبقى اعلى. طب افرض العيان فريكوينت ريلابس او سترويد ديبندنت، فريكوينت ريلابس او سترويد ديبندنت، يعني العيان ده بيستجيب للكورتيزون بس فريكوينت ريلابس، بيجي له كذا مره في خلال 6 شهور، او سترويد ديبندنت لما قال اوقف كورتيزون في خلال اسبوعين بيجي له تاني. طيب الحل ايه؟ ده العيان ده بيستجيب للكورتيزون بس لما اسحب عنه الكورتيزون بيجي له تاني الديزيز، فانا هعمل ايه؟ هدخله في ريميشن بالجلوكوكورتيكويد عادي، وادخل مع الجلوكوكورتيكويد حاجه عشان تحافظ على الريميشن لما اوقف الجلوكوكورتيكويد. يعني همشي مع الجلوكوكورتيكويد عادي، وبعدين لو العيان ما خدش سايكلوفوسامايد قبل كده اديله سايكلوفوسامايد. طب لو العيان اخد قبل كده سايكلوفوسامايد او هو مش حابب ياخد سايكلوفوسامايد، اديله مع كورتيزون ريتوكسيماب. هنا ريتوكسيماب جه في الاول، ريتوكسيماب جه في الاول مع الفريكوينت ريلابس وسترويد ديبندنت، بس كان جاي في الاخر مع الاندكشن اوف ريميشن. دي ريتوكسيماب، كالسينيرين انهبيتور، مايكروفينيريت موفيتيل، والصوديوم مايكروفينيريت. طبعا برضو هنا برغم ان هم مرتبين الادويه بترتيب معين، الا ان الترتيب ده ملوش اهميه قوي على قد ما الاهميه ان اختار انهي دواء على حسب الافيلابيليتي وعلى حسب الكوست بتاع الدواء وتكلفته على العيان. يعني مش عشان هنا مكتوب روتوكسيماب الاول يبقى لازم روتوكسيماب، يعني ده بيعتمد على الايه؟ الافيلابيليتي. طب لو العيان بقى الستيرويد ريزيستنت لم يستجيب للكورتيزون، ده هنعالجه زي ريفراكتوري فوكال سيجمنتال بروميسكيوروزس، هنتكلم في محاضره الفوكال سيجمنتال، وممكن يقدر انك تعمل ري ايفالويشن تاني، ممكن ري بايوبسي تاني، لان ممكن العيان ده يبقى فوكال سيجمنتال بروميسكيوروز، لان احنا عارفين ان فوكال سيجمنتال بروميسكيوروز ممكن عيان اخدنا بايوبسي حظنا الحته اللي اخدنا فيها بايوبسي ما كانش فاهم باين فيها الاف اس جي اس، ونشخص العيان مينيمال تشينج، ولكن عيان هو فوكال سيجمنتال بروميسكيوروز. بالنسبه للجرعات، احدي ستيرويد ازاي؟ بالجرعه المعروفه بندي 1 مللي جرام بير كيلو جرام بير داي ماكسيمم 80 مللي جرام بير داي، او 2 مللي جرام بير كيلو جرام افري اذر داي ماكسيمم 120 مللي جرام. قلنا اقل حاجه 4 اسابيع، ازيد حاجه 16 اسبوع، وقلنا هسحبه ازاي. طيب لو هدي بقى سايكلوفوسامايد، اورال سايكلوفوسامايد بيتعطى من 2 ل 2.5 مللي جرام بير كيلو جرام بير داي لمده 8 اسابيع. السايكلوسبورين بيتعطى من 3 ل 5 مللي جرام بير كيلو جرام بير داي، والتاكروليماس من 0.05 ل 0.1 مللي جرام بير كيلو جرام بير داي. لكن الحقيقه الحاجه اللي انا عايز اعلق عليها هنا في السايكلوسبورين والتاكروليماس ان هو لازم يتاخدوا لفتره سنه لسنتين، وتقريبا ده موصوف في كل الجلوميرال ديزيزز مع استخدام السايكلوسبورين والتاكروليماس، لان الريكرنس عند فيهم الريلابس فيهم عالي، الريكرنس فيهم عالي، لازم يستخدموا اطول فتره ممكنه ما بين سنه لسنتين. طيب لو انا هدي هنا اورال سايكلوفوسامايد خلاص بقى نفس الجرعه، بس المره دي بدل ما هديه، طالما انا هنا بديه فريكوينت ريلابس ستيرويد ديبندنت، هديه فتره اطول، هنديه من 8 ل 12 اسبوع. احنا في الاندكشن هنا كنا بنديه ب 8 اسابيع بس،
انا هديه من 8 ل 12 اسبوع، والافضل 12 اسبوع والريكرنس فيها بيبقى اقل. الكالسينيورين والتاكروليماس نفس الكلام، بس هو هنا حط التراف ليفل بقى السايكلوسبورين، عايزين التراف ليفل بتاعه من 150 ل 200، التاكروليماس من 4 لايه؟ ل 7 نانو جرام بير مل. ريتكسيماب هي الريجمز بتاعته اللي معروفه، يعني دي 4 دوزز جرعه كل اسبوع، يا بندي 1 دوز الفرق بينها وبين اللي بعديها اسبوعين، واحده عند دي 0 واحده عند دي 15، يا بدي وبقيس السي دي 19. امتى ما اديش ادي جرعه واقيس السي دي 19 بعد اسبوع، لو لقيت السي دي 19 اقل من 5 يبقى وقف ما تديش ريتوكسيماب تاني، لو لسه اعلى من 5 يبقى انت ما وصلتش للتارجت بتاعك ودي ريتوكسيماب تاني. الام ام اف الدوز بتاعته لو هو مايكروفينوليت يعني وفيتيل 1 جرام توايس ديلي، لو الصوديوم مايكروفينوليت هيبقى 750 توايس ديلي. يبقى دي الجرعات اللي ممكن نستخدمها في علاج المينيمال تشينج ديزيز. واخيرا بروجنوزز، طبعا هايل جدا بروجنوزز، خصوصا في الحالات اللي هي بيحصل لها ريسبونس كويس مع التريتمنت. كده يبقى احنا اتكلمنا على المينيمال تشينج ديزيز، المحاضرات موجوده بالانجليزي وبالعربي، وان شاء الله باذن الله يبقى في كل اسبوع محاضره بالانجليزي وبالعربي لغايه ما نخلص الجايد لاينز بتاعت البولمري نيفرايتس. شكرا ليكم لحسن استماعكم.